موضوع مهم جدا، وهو النهارده اول مره بيتم في ماتش مهم جدا بين النادي الاهلي ونادي جورمايا الكيني في دوري ابطال افريقيا في اياب الدور ال 32. ومش بس كده، في حاجه مهمه جدا هتحصل النهارده بعد انتهاء المباراه، ودي حاجه تاريخيه، ان الكاف وافق على تسليم درع الدوري العام للنادي الاهلي عقب المباراه مباشره. ودي اول مره تحصل ان مراسم احتفال للدرع الدوري المصري هيتم بعد مباراة أفريقية، طبعا عشان حضور الجماهير اللي احنا كنا عارفين ان هو كان تقريبا 30,000 متفرج، والنادي الأهلي طلب يبقى 50,000. معانا على الهاتف الناقد الرياضي القدير الأستاذ رامي رجب. أهلا وسهلا بك يا أستاذ رامي. أهلا بك يا أستاذ محمد، إزي حضرتك؟ عامل يا فندم؟ كله تمام؟ كله خير. سعداء بوجود حضرتك. ربنا يخليك، انا اسعد يا استاذ محمد. حبيبي استاذ رامي، عايز اقول لك كده في البدايه، قول لنا الاستعداد ايه للنادي الاهلي النهارده، الماتش النهارده؟ طبعا الاستعداد مهم جدا، رغم طبعا يمكن النادي الاهلي حقق فوز غالي في مباراه الذهاب 3-0 على فريق جورمايا الكيني، وده سهل مهمته ان شاء الله في مباراه اليوم. مباراه مع النادي الاهلي الحمد لله يمكن حجز مقعد بشكل كبير جدا في دور المجموعات بعد فوزه في مباراة الذهاب بثلاث أهداف أحرزهم نجم النادي الأهلي الفترة الأخيرة رامي ربيعة وبرسيتا، وأحرز هدفين. هي مباراة طبعا تجهيزات فنية، أكيد الحمد لله كل جماهير النادي الأهلي النهاردة يعني حاسة الحمد لله إن النادي الأهلي هيوصل لدور المجموعات، وخاصة نتيجة المباراة الذهاب هتريح لاعيب النادي الأهلي النهاردة بشكل كبير جدا، وهتدي فرصه ان كولر يعني لو حابب يغير في بعض التشكيل، حابب ينزل لعيبه ثانيه، حابب يدي اي فرص لبعض اللاعبين في هذه المباراه، هتبقى الفرصه متاحه بالنسبه له. فاكيد التجهيزات، اكيد كولر اتكلم مع اللعيبه ان احنا حتى احنا فزنا في المباراه الذهاب بثلاث اهداف، ولكن كره القدم يعني بيها فيها مفاجات كبيره، فلازم ننزل من اول مباراه مركزين بشكل كبير جدا. دايما مستر كورر ما بيعتبرش ان فوز في مباراه وليها دور تاني للنتيجه ان دي حاجه خلاص ثابته وان الموضوع انتهى بالنسبه له. بالتاكيد بيلغي خلاص، بيقفل صفحه المباراه السابقه وبيركز تركيز كامل. اكيد اول مره يلعب جورمايا الكيني، وده صح. انت لما تلعب مع فرقه كبيره زي النادي الاهلي او مدير فني النادي الاهلي، عارف المسؤوليه اللي بتقع على عاتقك، وعارف الجماهير اللي دايما بتنظر مش لنتيجه بس، لا محتاجين الاداء يكون مميز. فبالتالي لعيبه النادي الاهلي عندها خبرات كبيره، لعب في اجواء صعبه جدا، فبالتالي برضه حفزهم وقال لهم احنا مش معناه ان احنا فوزنا في مباراه الذهاب بثلاث اهداف ان ده يدينا ثقه كبيره جدا، فده ممكن ياثر بشكل سلبي على 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 نتيجه المباراه في مباراه اليوم. فاداهم حافز كبير جدا وكلمهم، وطبعا كولر دايما معاه محتاج اللعيبه تبقى جاهزه وبيديهم دفع معنوي، خاصه ان النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا جدا جدا، مباراه سوبر افريقيا مع الزمالك يوم الجمعه، فعاوز كل اللعيبه اللي موجوده اكيد عاوزه تثبت نفسها عشان كنت تكون موجوده في هذه المباراه اللي هتقام في السعوديه من الجمعه القادم. فبالتالي المباراه يعني مهمه جدا جدا للعيبه، مهمه جدا لكولر، عاوز يطمئن على جاهزيه جميع اللاعبين قبل مباراه السوبر الافريقي. فبالتالي كل اللعيبه رغم ان الفوز في مباراه الذهاب ده مش معناه ان النادي الاهلي النهارده يبقى متكاسل، مش هيبقى عنده الحافز المعنوي ان هو يحقق فوز النهارده. فبالتالي كل اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا وعاوزين. ايه التشكيل المتوقع يا استاذ رامي النهارده للنادي الاهلي؟ خلينا نقول كولر كان بيفكر الفتره اللي فاتت دي او الايام اللي فاتت ان هو يجري بعض التغييرات، بس زي ما بقول لك كده يا استاذ محمد، هو عنده مشكله. المشكله ايه؟ ان هو عاوز يطمئن على اللعيبه الاساسيه اللي هيلعبوا في مباراه السوبر امام الزمالك. فهو كان ما بين حيرتين، ان هو يدي فرصه للعيبه جديده او يدي فرصه للعيبه اللي كانت بتقعد على دكه البدلاء الفتره اللي فاتت، والحيره الثانيه ان هو عنده مباراه مهمه فعاوز يطمن على التشكيله الاساسيه. فبالتالي لو هيحصل بعض التغييرات في تشكيله النادي الاهلي عن المباراه السابقه هتبقى تغييرات في محدوده، مش تغييرات كبيره برضه، بس ولكن الاقرب وفقا لرؤيتنا الفتره اللي فاتت ديت محمد الشناوي يلعب اساسي هو الاقرب، كان في مفاضله ما بينه ومصطفى شوبير، ولكن محمد الشناوي هو الاقرب. في يحيى عطية الله، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، في كلام برضه ان هو ممكن كان يريح رامي ربيعه على اساس ان هو يدي فرصه للاعب اخر ان هو يكون موجود في هذه المباراه، على اساس ان رامي لعب مباريات كتير الفتره اللي فاتت، ولكن رامي هو الاقرب ان هو كان يلعب بيوسف ايمن اللي هو منتقل للاتحاد القطري لسه. رامي هداف من هدافين الفرقه دلوقتي. طبعا طبعا رامي ربيعه واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده، سواء في الناحيه الدفاعيه او الناحيه الهجوميه، يعني يزداد
رامي ربيعه بريقه الفتره الاخيره ان هو بيقدم مباريات رائعه في الناحيه الدفاعيه، وهو كمان بيعرف يحرز اهداف، فبالتالي عنده الاسهم عاليه جدا جدا ان هو من اللعيبه المهمه سواء من النادي الاهلي او منتخب مصر. محمد هاني طبعا ما فيش خلاف عليه، في اكرم توفيق، مروان عطيه، امام عاشور، حسين الشحات، بيرستاو، وسام ابو علي. طبعا لو حصل في بعض التغييرات زي مثلا ممكن تلاقي عمر كمان هيلعب، هتلاقي مثلا طارق محمد طارق يديله فرصه، في بعض اللعيبه طبعا اكيد موجوده في الحسبان حتى لو ما بدتش اساسيه، ولكن كولر في النهايه اكيد هيعتمد على المجموعه اللي هي بيراها ان هي مناسبه عشان هو تركيزه برضه. الاهلي دايما بيفكر في كل مباراه على حده، ولكن مباراه السوبر الافريقي هي مباراه مهمه جدا جدا لكولر، مباراه مهمه جدا جدا للعيبه، مباراه مهمه جدا جدا لجماهيره، فتفكير كل لعيبه او كولر بعد فوز الاهلي خارج الديار بالنتيجه 3-0 النهارده، تتوقع النتيجه كام يا استاذ رامي؟ اتوقع ان شاء الله النادي الاهلي النهارده، اعتقد ان هو ممكن لو في يعني التوفيق حالف النادي الاهلي النهارده في مباراه اليوم، الامور هتبقى سهله جدا جدا على النادي الاهلي ان شاء الله، اللي ممكن يحقق فوز اكتر من 3 اهداف لو بس في توفيق في هذه المباراه، وان شاء الله النادي الاهلي النهارده يحقق يعني فوز غالي ويكون اكبر من الفوز اللي حققه في مباراه الذهاب. طبعا عندنا النهارده حدث مهم وهو تسليم درع الدوري بعد نهايه المباراه، شايف ده ازاي يا استاذ رامي؟ طبعا يمكن النادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت دي كان يعني كان منتظر ان يتم تحديد تسليم درع الدوري، ولكن يمكن طبعا درع الدوري ده يعني تم تصميمه في انجلترا في الفتره الاخيره وكان تاخر في وصوله، فبالتالي النادي الاهلي شاف ان راى ان مباراه اليوم هي الانسب لان هو يحتفل بهذه البطوله الغاليه، بطوله الدوري الممتاز وسط جماهيره، واللي ساعد النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي وكولر ان هم يختاروا اليوم النهارده ان هو الفوز في مباراه الذهاب، يعني خلينا نقول لا قدر الله لو كانت مباراه الذهاب كان فيها شويه قلق شويه او النادي الاهلي خسر في مباراه الذهاب فده كانت مش هتساعده انه يختار. طبعا هي الاريحيه اللي هم خدوها في مباراه الذهاب هي النهارده اللي حددت تسليم درع الدوري. طبعا طبعا انت لو النادي الاهلي كان خسر هناك او النتيجه ما كانتش مرضيه لكولر بالتاكيد كان النادي الاهلي مش هيفكر في الموضوع ده دلوقتي عشان ما يشتتش تركيز اللعيبه اللي موجوده معاه، فبالتالي فوز النادي الاهلي في مباراه الذهاب ادى حافز كبير او ادى يعني النادي الاهلي فكر بشكل كبير جدا ان هو يقيم الاحتفاليه وسط جماهيره، وبالتالي كولر مجلس اداره النادي الاهلي معاه على كولر فقال له خلاص يعني كان الراجل ابدى موافقته ان هي يتم الاحتفاليه احتفاليه كبيره جدا النادي الاهلي النهارده. طبعا هيبقى في يعني احتفاليه اكيد، اسر اللعيبه هتبقى موجوده، هتبقى في اجواء عاليه جدا، اجواء ممتعه للنادي الاهلي. ده كده شكل المراسم الاحتفال اللي هيتم النهارده. النهارده ان شاء الله هتبقى شكل المراسم ان هيتم تسليم درع الدوري، في احتفالات بالالعاب الناريه، في بعض المسؤولين هيسلموا، مجلس اداره النادي الاهلي هيكون موجود، احتفاليه اعتقد ان هي تمتد ممكن لبعض المباريات جرمان الكيني الاكثر من حوالي من نص ساعه لساعه هتبقى موجوده احتفاليه بشكل كبير جدا، النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي هتحتفل مع جماهير النادي الاهلي خلال هذه الاحتفاليه، واتمنى طبعا اللي احنا هتشوف النهارده درع يعني كله النهارده امبارح يمكن تجول درع الدوري تصميم الدوري الجديد في شوارع القاهره، شفنا قد ايه التصميم اكثر من رائع، وبالتالي اول مره النادي الاهلي هو الدرع الجديد اللي هيسمه النادي الاهلي النهارده اول مره، طبعا احنا كنا تعودنا على درع بشكل معين كده خلال السنوات السابقه، ولكن النهارده في تصميم جديد، اتمنى طبعا للكره المصريه التوفيق. الموافقه الامنيه جات يا استاذ رامي على ال 50,000 متفرج؟ لا 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 ما اعتقدش ان هم يوصلوا للعدد ده، اكيد في عدد كبير من الجماهير هتحضر النهارده، ولكن ما اعتقدش ان هم يعني العدد ده هيحصل، ولكن هيبقى في مسانده جماهيريه كبيره جدا من النادي الاهلي، انت عارف جماهير النادي الاهلي دايما بتنتظر ال 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 اليوم اللي هي ترد الجميل للاعيبه النادي الاهلي، يعني موسم شاق السنه اللي فاتت بيراميدز كان محتل الصداره لاسابيع طويله داخل في الدوري الممتاز، ولكن النادي الاهلي قدر ان هو يكسر ال 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 الفوز بتاع بيراميدز لحد الاسبوع ال 27 تقريبا كان محتل. صحيح فالنادي الاهلي عمل مجهود كبير جدا، وكان في ناس كتير شككت النادي الاهلي يحصل على بطوله الدوري بعد تربع او بعد صداره بيراميدز لاسابيع طويله جدا وبطوله الدوري، ولكن الاهلي النادي الاهلي خد من اول مباراه لاخر مباراه حقق فيها فوز غالي كبير جدا وحقق اكبر نتيجه فوز في الدوري الممتاز، وبالتالي كان مجهود شاق كبير جدا لعيب النادي الاهلي، وخلينا نقول النادي الاهلي دايما او الفريق الفرق الكبيره اللي دايما بيبقى عندها سكواد عالي جدا سواء على دكه البدلاء والاساسيين، وده اللي كان بيلعب عليه كولر. كولر عنده ميزه حلوه قوي
ان هو دايما بيعمل تغييرات في تشكيله النادي الاهلي، ممكن يعتمد على لعيب المراد او مجموعه من اللعيبه الماتش اللي بعده يديله، فكان بيعمل تجهيز فنيا، فدي كانت مساعده النادي الاهلي كبير جدا، ان لو لعيب اصيب او لعيب بعيد عن التشكيله الاساسيه تلاقي اللعيب البديل بيبقى ما يظهرش ان هو ده لعيب بديل وبيقدم نفس المستوى على اساس ان هو كان بيدي ماتشات كتيره وبيلعب في بعض الماتشات. اكيد يا استاذ رامي على هامش مباراه السوبر الجايه اللي هي يوم الجمعه ان شاء الله، اسره برنامج سعيد بتدعيك رسميا تكون معانا ضيف في الاستوديو ان شاء الله يوم السبت الجاي. يسعدني وشرفني يا استاذ محمد على راسي. حبيبي بشكر حضرتك استاذ رامي الناقد الرياضي الكبير.